أنت الآن مصنف ربما من بعض الأشخاص من بين أولئك الذين ربما يريدون إثارة الشوشرة في البلاد، يعني بكتاباتك، ويقولون لماذا حافظ الرجيف الآن في الدوحة يعني يعيش حياة هنيئة، يعمل في قناة يعني محترفة ولديها راتب جيد جدا، ويأتي الآن ليكتب يعني عن الجزائر وينتقد الجزائر، ونحن سعداء يعني اليوم. نعم. أنا لو أشعر بأنني لن أضايق غدا، عيش حر كما كل الجزائريين، وما يتابعني ولا واحد، وما يراقبني ولا واحد، وما يحاسبني ولا واحد إلا بالعدالة وبالقانون، غدوة نرجع للجزائر. غدوة كي نقول لك غدوة معناها غدوة الخميس، يعني نرجع للجزائر. هذه واحدة. ثانيا نزيد نعاود نقول لك ما يعقدوناش بهذا الأمر أنك مقيم في الخارج. مقيم في الخارج جزائر. قلنا بأن الكثير من الجزائريين، الجزائر التي تسكن فيهم، المسؤولين كبار في الدولة، مسؤولين ماسكين مسؤولية كبيرة، زوجاتهم وأولادهم في الخارج ما يعقدوناش، وعندهم أملاكهم في الخارج ما يعقدوناش، وعندهم علاقاتهم في الخارج ما يعقدوناش. لما يتكلموا على فرنسا أو قطر أو أي بلد آخر، علاقاتهم بالناس الآخرين وطيدة أكثر من علاقاتي أنا. أنا موظف في قناة، لو كانت في بلغاريا لكنت رحت لبلغاريا، ما عندهاش علاقة بالبلد اللي انت موجود فيه. جمال، اذا كان حفيد الراجي يقول ما شاء الله يتكلم بكل هذه الصراحة، انا اود فقط ان اسرق منك الكرة من صحة التعبير. تعودنا على النفاق والله. خلينا يبدو الامر غريب، خلينا سيدي. الناس يفكروا نفس الشيء ولكن ما عندهمش فضاءات مثل هذه امام يتكلموا. انا محظوظ اني عندي فضاء واعبر فيها عن فكرة. الحمد لله اليوم لحقنا اننا نخلق فضاءات مثل هذه، نتكلم بكل حرية. سيد حفيد الراجي، تعرف بانه انا ممنوع في كل الاذاعات والتلفزيونات الجزائرية العمومية؟ تعرف بأنه مدير إذاعة مريت معاه جهوية، مريت معاه خمس دقائق، أقيل من منصبه؟ وين رانا رايحين؟ جمعيات ما عطاولهمش الدعم لأنهم استضافوا حفيد الراجي. أنا أدعو من هذا المنبر الجمعيات أنهم ما يستضيفونيش وما يستدعونيش، لأنه حفاظا على مناصبهم وموقعهم. كاين تضييق وإقصاء أكثر من هذا؟ كاين تطرف أكثر من هذا؟ كاين ظلم أكثر من هذا؟ أنا ولا شيء مقارنة بالآخرين ما لقاوش لقمة. حتى الهواء حبوا ينحوه لهم، الهواء الأكسجين حبوا ينحوه لهم. مش محول حساسية يعني في استضافتك يعني مثلا من طرف بعض الجمعيات؟ لا، مش الجمعيات يستضيفوني، ولكن السمانة الجاية نحيولوا الدعم، ما يعطيولوش الدعم. ولات في مواعيد كانوا يحضروا قالوا لهم ما تحضروش، ومن يحضر حفيد الراجي.